بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، هذا لقاؤنا الثاني في هذه الدورة المباركة في بيت الله الحرام، والتي حديثنا فيها عن مدخل إلى علم الأخلاق. وكان حديثنا في اللقاء الأول في بيان مكانة الأخلاق في شريعة رب الأرباب سبحانه وتعالى، ما عرضنا له في الدرس الماضي، وحتى نربط بدرس اليوم فنختصر ما ورد ذكره بالأمس، حيث قلنا في القضية الرئيسة والأساس فيما عرض بالأمس أن القرآن المكي، والمراد به هو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، فإن هذا الجزء من القرآن والذي مثل أغلب القرآن ما لا يقل عن ثلثيه من حيث عدد الآيات، فإن هذا القسم من القرآن اعتنى بالقضايا الأصول والكليات الكبرى لهذا الدين ولهذه الشريعة الخاتمة التي أنزلها الله عز وجل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن القرآن المكي تكلم عن ثلاث قضايا كبرى. أما القضية الأولى وهي ما تعلق بقضية السنن، والمقصود بها هو نظامه جل جلاله الحتمي الصارم الذي جعله قانونا صارما يحاكم عليه الناس. وتكلمنا عن قضية السنن، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن هذا الأمر في كتابه الكريم، وأن يعني كما أشرنا إلى كلمة شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن الله عز وجل يعامل الناس وفق هذه السنة، وأن من تأمل يجد أن هذه هي طريقة الرب جل جلاله في معاملته للعباد وهذا ما تضمنه وأشير إليه في الكتاب الذي بين أيديكم. ثم قلنا أن هذه السنن الإلهية إذا تأملها الإنسان فيجد جلها فيما تعلق بالحياة المجتمعية، فلذلك من السنن الإلهية ومن أعظمها سنة الله في الظلم والظالمين، وسنة الله عز وجل في التمايز والتفاضل بين البشر. ما هو قانون التمايز والتفاضل بين البشر؟ فإن الله عز وجل له سنة يعامل العباد عليها وفقها في هذا الباب، وكذلك سنة الله في النصر والتمكين، سنة الله في التنازع بين الحق والباطل، سنة الله في الرزق للعباد، سنة الله في النعم وتغييرها، سنة الله في الترف والمترفين،
سنة الله في طلب الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل له سنن في هذه الأمور وغيرها. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى في مواجهة هذه السنن الإلهية فإنه لمعالجتها بحيث يتحقق للإنسان ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره، فالله عز وجل أنزل في القرآن المكي الأمر الأول ما يتعلق بقضية التوحيد والإيمان، والأمر الثاني ما يتعلق بنظام الأخلاق، ما يتعلق بنظام الأخلاق، وأن نظام الأخلاق نزل كله بمكة مكملا. فيقول وذكرنا شيئا من كلام الإمام الشاطبي رحمة الله عليه الذي قال فيه، قال: وأما ما يرجع إلى الاتصاف بمكارم الأخلاق وما ينضاف إليها فهو أول ما خوطبوا به وأكثر ما تجد ذلك في السور المكية، من حيث كان آنس لهم وأجرى على ما يتمدح به ما يتمدح به عندهم، كقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، قال إلى غير ذلك من الآيات التي في هذا المعنى. ثم قال: والشريعة كلها إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق، ولهذا قال عليه السلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم قال الشاطبي رحمه الله: اعلم أن القواعد الكلية هي الموضوعة أولا، أي هي التي نزلت في القرآن أولا. قال: والذي نزل بها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد التي وضع أصلها بمكة، وكان أولها الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر، وأمر بمكارم الأخلاق كلها. هذا كلام من؟ كلام الإمام الشاطبي رحمه الله. قال: وأمر بمكارم الأخلاق كلها كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد وأخذ العفو والإعراض عن الجاهل والدفع بالتي هي أحسن والخوف من الله وحده والصبر والشكر ونحوها، ونهى عن مساوئ الأخلاق من الفحشاء والمنكر والبغي والقول بغير علم والتطفيف في المكيال والميزان والفساد في الأرض والزنا والقتل والوأد وغير ذلك مما كان سائرا في دين الجاهلية. إذن هذا استقراء الإمام الشاطبي رحمه الله، وأن مكارم الأخلاق أمر الله عز وجل بها كلها في مكة في القرآن المكي. فقلنا هذا يعطينا دلالة إذا تقرر أن القرآن المكي إنما تحدث عن الأصول وعن الكليات، فكونه إذن النظام الأول الذي جاء في القرآن مكملا هو نظام الأخلاق ونزل بمكة. إذن هل الإنسان عندما يقف مع هذه المسألة يتعامل معها بحقها أو أنه لا يدرك هذا البعد؟ إذن هذا الأمر الأول، وهذا الفهم الأول والتأسيس الأول الذي يجعلنا ندرك ما هي مكانة الأخلاق
في دين الله، في الهدي الذي جاءنا من عند ربنا سبحانه وتعالى، فالله عز وجل جعله النظام الأول المكمل الذي نزل في القرآن العظيم. ثم أيضا نجد أن القرآن ربط بين هذين الأمرين على الدوام، ونجد هذا واضحا في القرآن في الفترة المكية، بين قضية الأخلاق وبين قضية الإيمان، وأن الاجتماع بين الإيمان الصحيح، بين التوحيد وبين الأخلاق الصحيحة، ينتج عملا مجتمعيا صحيحا، وأن انحراف الإيمان وانحراف الأخلاق ينتج عملا مجتمعيا منحرفا. من أمثلة ذلك قول ربنا عز وجل: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. هذا فساد ماذا؟ فساد الإيمان. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا فساد ماذا؟ فساد الأخلاق. إذن فساد الإيمان مع فساد الأخلاق ينتج حراكا مجتمعيا منحرفا. أما سلامة الإيمان مع سلامة الأخلاق، قال الله عز وجل: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فإذن ثم كان من الذين آمنوا، هذا صحة إيمان. ثم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، هذا صحة أخلاق. فإذن طريقة القرآن بيّنت لنا هذا الربط الواضح بين قضية الإيمان وقضية الأخلاق، ونجد ذلك شيئا موجودا متوافرا في القرآن في الفترة المكية، في الفترة المكية. بعد ذلك القضية الثانية التي تدلنا على مكانة الأخلاق في شريعة الله عز وجل، عندما نريد أن نقف ونتأمل في قضية في غاية الأهمية، وهي أن هذا القرآن قلنا المقصود منه هذا الإنسان، فأنزله الله عز وجل لأجل الإنسان، فالإنسان مقصود رسالات السماء. هذا الإنسان ما هو الجزء الأهم فيه؟ ما هو الجزء الواعي المعني بهذا التكليف؟ إنه النفس. فالنفس تمثل الكائن الذي يمثل في الإنسان الشطر العاقل الذي أودع الله عز وجل فيه كل الملكات الرفيعة التي تميز الإنسان عن بقية الجمادات وعن الحيوان وعن النبات. هذه النفس يتجلى فيها إبداع الخالق وصنعة الخالق جل جلاله. الله عز وجل أقسم بها في القرآن فقال سبحانه: ونفس وما سواها. والله عز وجل أمرنا بأن ننعم التفكر فيها، وهذا في قول ربنا عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله سبحانه وتعالى جعل هذا الكائن الحي إنما يتميز بماذا؟ يتميز بهذه الأخلاق، وهذه الأخلاق إنما تتقوم بها هذه النفس البشرية. هذه النفس هي محل التكليف، قال الله عز وجل: لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذه النفس هي محل المحاسبة يوم القيامة، قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
وكذلك المعاقبة والمجازاة تقع على هذه النفس. قال الله عز وجل: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فإذن هذه النفس هي الجزء المكلف، هي الجزء المحاسب، هي الجزء الذي يقع عليه الجزاء. هذه النفس صلاحها في ماذا؟ صلاحها في كلمة واحدة هي تزكيتها. هذه التزكية للنفس جعلها الله عز وجل ربع مقصود الرسالة. فالرسالة المحمدية التي بين الله عز وجل غايتها، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن ربع الرسالة تزكية هذه النفس. ولذلك في كتاب الله، لأهمية هذه القضية، نجد أن الله عز وجل أوردها موردا يدل على عظم شأنها، حيث أن الله أقسم قسما مغلظا لم يتكرر في القرآن كله، وهو أن الله جمع 11 قسم في مكان واحد، ما تكرر ذلك في القرآن. وجواب القسم مرتبط بأمر تزكية النفس، فأقسم الله عز وجل بالشمس وضحاها، وأقسم بالقمر، وأقسم بالنهار، وأقسم بالليل، وأقسم بالسماء، وأقسم بالذي بنى السماء وهو الله جل جلاله، وأقسم بالأرض، وأقسم بمن طحى الأرض، وأقسم بالنفس. وجواب القسم: قد أفلح من زكاها. 11 قسم في مكان واحد، ما تكرر في القرآن كله، وجواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذن المقصود من صلاح هذه النفس، الكائن الواعي، الكائن المسؤول عن هذا الإنسان، الكائن المكلف، الكائن المحاسب، الكائن الذي يقع عليه الجزاء والحساب، فإن صلاحه في تزكيته. وتزكية النفس كامن في ماذا؟ في بناء الأخلاق الحميدة فيها. فالنفس تتقوم بتلك المصفوفة الخلقية. والأساس في الدين إنما هو أعمال الباطن، وأعمال الباطن مرتبطة بأمرين: مرتبطة بالقلب ومرتبطة بالنفس. أما الارتباط بالقلب فإنه ما صلاحه في أيضا في كلمة واحدة، وهي سلامته. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن المطلوب قلب سليم ونفس زكية. فكيف يكون القلب سليم؟ علاجه في قضية الإيمان. فالقلب السليم هو القلب السالم من أن يكون له مرجع غير وحي الله عز وجل، وهذا ما تحققه قضية الإيمان والتوحيد. فإذن القلب السليم، القلب الذي سلم فليس فيه تعظيم إلا لله ولا حب إلا لله، القلب الذي امتلأ كفاية بالله جل جلاله. فلأن دور القلب ما هو؟ دور القلب هو أن يزن الأشياء. الإنسان يا إخوتي خلق على خلقة الله عز وجل علمنا وبين لنا ذلك. الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن الأسماء، قال: أصدقها حارث وهمام. ما معنى أصدقها حارث وهمام؟
أي أن الأسماء ذوات المعنى، فليس هناك اسم إن سميت به كل البشر ينطبق المعنى على كل البشر إلا هذين الاسمين. فلو سميت آدم إلى آخر واحد من ذريته همام ينطبق المعنى على المسمى، فكل بني آدم همام. فإن الإنسان يهم يفكر، وحارث بمعنى فاعل، فلو سميت كل واحد من بني آدم حارث انطبق المعنى على المسمى. لكن هل كل من سميته شجاع يكون شجاعا؟ هل كل من سميته كريم يكون كريم؟ لكن كل من سميته همام هو همام من بني آدم، وكل من سميته حارث فهو حارث. فإذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أصدقها همام وحارث، أي أصدق الأسماء انطباق معناها على مسماها هذين الاسمين. فالإنسان خلق حارثا هماما، جعل الله عز وجل فيه قوة الحب، القوة الفاعلة التي تحرك هذا الإنسان نحو الحرث والهم. فأقوى قوة في هذا الوجود تحرك هذه الكائنات هي قوة الحب. فالإنسان يتحرك بقوة الحب هاما حارثا نحو ماذا؟ نحو هدف واحد. وهنا أتكلم عن كل بني آدم بغض النظر عن هذا الإنسان مسلم أو غير مسلم. إذن قوة الحب تحركه بحركة الهم والحرث نحو ماذا؟ نحو وجهة واحدة يطلب فيها تحقيق النافع لنفسه ودفع الضار عن نفسه. كل الناس بهذه الحركة. ماذا يفعل العقل؟ دور العقل هو أنه يزن لك ما هو الأمر النافع وما هو الأمر الضار. هذه العملية التي يقوم بها العقل، وهي أخطر عملية. فلذلك عندما يتحرك الإنسان بقوة الحب لا بد أن يرجع إلى العقل طالبا منه ماذا؟ أن يحدد له ما هو النافع حتى يحبه، وما هو الضار حتى يبغضه. ومن ثم ما أصبح محبوبا فالهم كله كيف تتحصل عليه، والحرث كله كيف تتحصل عليه، وما كان مبغوضا فالهم كله كيف لا يصل إليه، والحرث كله إن اقترب كيف تدفعه. هذه حركة الإنسان. لذلك قضية الإيمان لما كان العقل هذا دوره، ولذلك ما بعد ذلك من الأعمال هو يتبع هذا التصور. فأصبحت القضية الأولى في إصلاح الإنسان هي ماذا؟ إصلاح هذا العقل، إصلاح هذا الميزان، وإصلاحه في قضية الإيمان. لذلك كانت القضية الأولى. إذن أدركنا لماذا كانت قضية الإيمان هي القضية الأولى، لأنها مرتبطة بماذا؟ بأن تنتج قلبا سليما. والقلب ما هو دوره؟ أن يزن للإنسان الأعمال ويبين له ما هو النافع وما هو الضار. ولذلك القلب كل الأشياء تعرض عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، واحدة واحدة. لذلك الحواس هي تنقل إلى القلب. نضرب مثالا حتى تتضح هذه العملية كيف تكون وكيف يكون التلاقي بين العقل والنفس في ذلك. الإنسان مثلا يقوم في الصباح، أراد أن يخرج من بيته، قام وفتح باب الدار، وكان أمامه مثلا جار له، وكان الباب الذي يقابله مفتوحا، وإذا بأهل جاره على وضع لا يتوقعون أنه يخرج في ذلك الوقت. هو رأى العين في المرحلة الأولى ماذا؟ ناقلة،
عبر الدماغ إلى القلب، فتحت كل الملفات. هذا الواقع الذي أمامك أيها القلب، ما هو التصنيف عندك له؟ فلو كان التصنيف أنه في باب الضار، ماذا يحدث؟ إذن مباشرة تنشأ عنه إرادة نسميها الإرادة العامة، وهي قضية البغض. هل يتحول إلى حركة؟ لا، هذه الإرادة تتلاقى مع النفس، مع الأخلاق التي تتقوم بها النفس. هل تقبل أنه ضار؟ إن استطاع أن يعالج هذه القضية معها ويتفق على أن هذا ضار، فتنتقل الإرادة مرحلة أخرى نسميها الإرادة الجازمة. فإذا انتهى الآن من معالجة الجوانب الداخلية، يحتاج إلى معالجة الجوانب الخارجية إن كان هناك عرف أو غير ذلك. فإذا أيضا تلاقى معه يصل إلى العزم الصادق، إذا وصل إلى العزم الصادق هنا ماذا؟ يبدأ القلب يعطي التوجيهات، والنفس تلزم الجوارح بالاستجابة عبر الدماغ، وإذا بالجوارح تبدأ تتحرك. اليد بدأت تريد أن تغلق الباب، القدم بدأت ترجع إلى الخلف، اللسان بدأ يرفع صوته ليخبر من أمامه بأنه موجود، الرأس بدأ ينظر إلى الأسفل، أو العين بدأت مثلا الإنسان يغمض عينه. كل هذا القرار في لمح، بل في جزء من الثانية. إذن هذه هي حركته. قوة الحب تدفع بالهم والحرث نحو تحقيق النافع ودفع الضار عبر ميزان العقل لتقويم النافع والضار. فلما كان العقل له هذا الدور المهم، لذلك كانت قضية الإيمان هي القضية الأولى التي جاء بها وحي السماء، وهذه وظيفتها. ولذلك خصمنا إبليس قضيته الأساس ما هي؟ قضيته الأساس أن يصل إلى القلب وأن يفسد القلب، لأنه إن تمكن من هذا الميزان، إذن بعد ذلك أصبح كل شيء يوزن بالفساد، وينبني عليه بعد ذلك عمل فساد، وتنبني عليه إرادات وعزوم وأعمال وهم وتفكير وتخطيط، كله على فساد. والقضية مردها إلى هذا القلب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن هذا الجانب الأول الذي في الصدر، والذي يمثل الجانب الأهم، وهو قضية العقل. والعقل أخبر الله عز وجل أنه في قلوبنا، والقلوب هي في صدورنا. والذي أخرج القلب، الذي أخرج العقل للوجود وأظهره، هو أعلم بمكانه، فأخبر أن هذه العقول تسكن في هذه الأفئدة. ولذلك يعرفها علماء السلف بأن العقل هو أمر نوراني مثله مثل الروح يسكن القلب. إذن هذا الجانب الأول. الجانب الثاني النفس، والعقل أحد مقومات النفس، لكنه يمثل الجانب الواعي القابل. ولذلك قلنا في الدرس الماضي أن قضية الفطرة، والتي كانت مبنية على العهد، العهد هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم، وأخبرنا به في كتابه، كما أنه أخبر به في كل الكتب، لأنه وعد بذلك. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا العهد أين كان؟ متى كان؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني، رواه الإمام أحمد وغيره، من حديث ابن عباس قال: إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه قبلا، وكان ذلك بنعمان، أي بعرفة.
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن هذا العهد والميثاق اعترفنا به بين يدي ربنا، عرفنا ربنا عز وجل وسلمنا له بالربوبية وسلمنا له بحق العبودية، فكان هذا أعظم ميثاق في الوجود بين العبد وربه. فعندما كان الإقرار منا جعله الله عز وجل فطرة، وأن هذه الفطرة إذن هي قضية إدراك الإنسان لهذا الإيمان بموجب ذلك العهد الذي أخذ عليه. وقال الله عز وجل عن الفطرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن كل الناس فطروا على هذه الفطرة، على العلم بالله وعلى الإقرار بحقه في الربوبية وحقه في العبودية. ثم قال: لا تبديل لخلق الله، فليس هناك مولود، ليس هناك مولود يخرج إلى الدنيا إلا وهو على هذه الفطرة. فيمثل العقل، القلب، الجانب السليم في هذا الإنسان. النفس جعلها الله عز وجل أمارة بالسوء، ولذلك انقسمت إلى تلك الأقسام الثلاثة، فهي النفس المطمئنة، وهي والنفس اللوامة، فثلاثة الأقسام لهذه النفس. فهذه النفس إذن أنت مطالب بأن تزكي هذه النفس لتنتقل من هذه النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء إلى النفس المطمئنة، إلى النفس المطمئنة. والطريق إلى ذلك بتزكيتها، وأن أمر التزكية مرده إلى من؟ مرده إلى الأنبياء وما نزل به الأنبياء. ليس لعلاج النفس من أجل تزكيتها غير هذا الطريق. وكل من يسلك لتزكيتها ويطلب زكاءها وعلاجها من غير وحي رب الأرباب فقد أخطأ الطريق ولن يصل. فإن هذه هي مهمة الوحي، فمهمة الوحي إصلاح هذه النفس بتزكيتها. فلذلك إذن هذا الأمر، إذن العقل هذه السلامة فيه، لكن الأمر العقل ليس يتقوم بهذه الأخلاق وليس له أمر مباشر على الجوارح، فلذلك هو لا بد أن يصل إلى أن توافقه النفس، فيكون دور العقل بتغذيته بالمعرفة السليمة لكي يصل إلى تزكية هذه النفس. وأعظم ما يكون في صلاح الإنسان عندما يتلاقى سلامة القلب مع زكاء النفس، فهنا لا تسل عن الخير الذي يخرج. ومن هنا قرر العلماء أن الأصل في الدين هو الأمر الباطن، فلذلك إذا صلح هذا الأمر الباطن بعد ذلك صلحت الأعمال. لذلك ننظر الآن إلى انحراف المدرسة السلوكية، والتي للأسف ردحا من الزمن، وهذه الأمة تظن أن التربية وتحقيق الصلاح في بناء الإنسان إنما يكون وفق تلك المدرسة التي عكست الطريق و يعني نكست الميزان. فبدلا من أن يكون الصلاح من الباطن إلى الخارج، فهي أرادت أن تجعل صلاح الإنسان من الظاهر إلى الباطن، وأن أن يكون ذلك. فالمدرسة السلوكية هي تريد أن تعتمد على تعويد الجوارح الخارجية وصولا إلى إحداث القناعة الداخلية. وطريقة رب الأرباب جل جلاله ابتدأت بماذا؟ ابتدأت بإصلاح الجانب الداخلي، وأنه يعتبر صلاح الخارج نتيجة مقدار النجاح الذي حققته في إصلاح الباطن، في إصلاح الباطن. فقضية هذا الكلام بقضيتنا بهذه القضية، وهي
عندما علمنا أن أساس الدين إصلاح الباطن، وإصلاح الباطن متوقف على إصلاح العقل والنفس، وأن العقل أخذه أمر الإيمان والتوحيد وتكفل بإصلاحه، وأن النفس إنما قوام صلاحها بعلم الأخلاق. لهذا السبب كان البدء في نزول القرآن بهذين النظامين، ما يتعلق بقضية الإيمان وما يتعلق بقضية الأخلاق. فبعد أن تحقق الصلاح لهذا الإنسان، بعد ذلك جاءت التشريعات. جاءت التشريعات، ماذا كان دور الجوارح؟ لم يكن لها موقف إلا ماذا؟ إلا الخضوع والقبول، إلا العمل، وأنها أصبحت كالآلة التي تتحرك. فإذا ما ندرك مثل هذا المعنى، وأن شريعة ربنا جل جلاله تعلمنا هذا الأمر، إذن كيف نريد أن ندرك قيمة الأخلاق؟ إذن هذه قضية حقيقة في غاية الأهمية، بإدراكها ندرك ما هي مكانة هذا الشيء الذي نسميه الأخلاق. إذن لا تتوقع أن يكون هناك صلاح لمجتمع أو لإنسان إذا لم تكن قضية الأخلاق تمثل القضية الأساس والأم في مناهج تعليمها وتربيتها، ومحاضن التربية سواء الأسرة أو غير ذلك تتعامل مع الأخلاق على أنها بهذه المكانة. وأيضا أين يتجه البناء، ثم بعد ذلك كيف يتحقق ذلك؟ هنا ندخل في منهجية لا يمكن أن تجدها إلا في وحي ربنا جل جلاله. كيف نتعامل مع النفس؟ كيف تبني هذه الأخلاق؟ الأخلاق ما هي؟ هل الأخلاق فطرية؟ هل الأخلاق مكتسبة؟ كل هذه قضايا تحتاج إلى وقوف ومعرفة. طيب المفقود كيف نبنيه؟ كيف نبني المصفوفات الأخلاقية؟ هل القضية مردها إلى اجتهاد الأفراد؟ يجلس الناس كل على أريكته، وكل نقول والله أهم قضية في الأخلاق هي كذا، والثاني يقول كذا، ثم وجدنا والله 20 أو 40 خلق. طيب لا، خلينا نختار بعضها. طيب كيف نعمل مثلا؟ خلينا مثلا نعمل تصويت، اللي مثلا والله القضية التي أخذت حظا أكبر تكون هي الأولى. هذا العبث لا بد أن ينتهي. لذلك يقول شيخ الإسلام: من لم يعلم هذا الأمر لا ينبغي له أن يربي. مثلا الكذب قد يكون كفرا، وقد يكون كبيرا، وقد يكون صغيرا، وقد يكون مطلوب. من لم يدرك هذا السلم في هذه الأمور، إذن كيف يستطيع أن يضع مصفوفة أخلاقية؟ كيف يقوم هذا الاحتياج لمجتمع أو لأسرة أو لمؤسسة أو لأي كيان أو لفرد؟ فلذلك إذن ما أريد أن أذكره في هذه القضية الثانية، وهي أن قضية الأخلاق إذن ارتبطت بماذا؟ بإصلاح الجزء الواعي المسؤول منك أيها الإنسان، وهو نفسك. هي المكلفة، هي التي نزل التكليف لها، هي التي يوم القيامة محل السؤال، هي التي تموت، هي التي تحيا، هي التي تشعر بالألم عند العقاب وتشعر باللذة عند الجزاء، هذه النفس. وأعظم ما يتحقق صلاح هذه النفس إنما هو بهذه المصفوفة الأخلاقية. إذن هذه القضية الثانية، والمحور الثاني الذي من خلال النظر في وحي ربنا عز وجل بين لنا ما هي مكانة الأخلاق، ما هي مكانة الأخلاق. أيضا قضية الأخلاق، إذا نظرنا إلى العلاقات، الإنسان خلقه الله عز وجل كما قلنا هو ساع إلى ماذا؟ للوصول إلى ما ينفعه، تحصيل النافع. ماذا ينتج عندك؟ لذة وسعادة. وصول الضار ماذا يحصل عندك؟ يحصل عندك ألم. عدم حصول النافع يحصل ألم. واضح؟ فإذن
نتيجة حصول النافع لذة وسعادة، ونتيجة حصول الضار ألم. والإنسان غايته أن يعيش سعيدة، وهدفه أن لا يتألم، فإذا هذه حركته. لكن الإنسان هل يستطيع أن يحقق ذلك بنفسه؟ الجواب لا، وخلق الإنسان ضعيفا. الحكيم العظيم الجليل خلقنا على خلقة ليس في مقدورك يا ابن آدم على أن تفعل أدنى شيء لنفسك بسبب مكتمل بوحدك، ما يمكن. فلا بد ماذا؟ لا بد من أن يكون هناك مجموعة أمور تجتمع بعضها مع بعض للوصول إلى ذلك الأمر، وأن الإنسان لا يمكن أن يكون سببا كاملا في تحقيق أدنى أمر لوحده. فلذلك ماذا؟ صار الإنسان مجتمعيا، لا بد أن يجتمع مع غيره. إذن دافعه للاجتماع ماذا؟ دافع ضروري، دافع فطري، دافع غريزي، من داخله هو يندفع نحو الآخرين. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يحقق تلك المصالح لنفسه. وهنا ننظر إلى حكمة الحكيم العليم الذي جعل الإيمان غاية وجعل الاجتماع مطلبا. وتذكرون ماذا قلنا بالأمس؟ أليس قلنا أن قضية بني آدم الأصل فيهم الإيمان أم الكفر؟ الإيمان. وقلنا الأصل في بني آدم الاجتماع أم الافتراق؟ الاجتماع. من أين أخذنا هذا؟ من القصة الأم، قصة أبينا آدم التي ذكرها الله في أول في صدر سورة البقرة. فهذه القصة أخبرتنا ودلتنا على أن الأصل في بني آدم الإيمان، والأصل فيهما الاجتماع، والله نص على ذلك بقوله كان الناس أمة واحدة فاختلفوا افترقوا، فكانوا مجتمعين على الإيمان. إذن هي علاقة تنقسم إلى قسمين كل واحد منا. إذن هي علاقة بينه وبين ربه، وعلاقة بينه وبين بقية بني آدم. فلذلك هو محتاج إلى الجهتين، محتاج إلى ربه عز وجل، ومحتاج إلى الناس، هكذا خلقه الله. فهذه الحاجة إلى ربه، انظروا أيضا إلى علم الله وحكمته ورحمته. فلما كان الإنسان محتاجا في تحقيق مصالح نفسه إلى ربه، فإن الله جعل هذه العلاقة أساسها وأصلها فطرة في نفسه في قلبك. فأنت مفطور على العلم بالله وعلى اللجأ إليه عند الحاجة. لذلك إبليس خصمنا ماذا يفعل؟ كما قلنا يسعى، ولذلك المولود أول ما يخرج ماذا يفعل إبليس؟ كما ورد في الحديث يلتصق بالقلب، يشام القلب، يريد أن يجد له مدخلا ليفسد، لأنه يجعل له مكان، لأن هذه غايته العليا، أن يصل إلى القلب ويتمكن منه. فلذلك نقول هذا الإنسان إبليس يأتي ويضع الران على القلب، على تلك الفطرة، حتى لا يظهر ذلك العهد والميثاق وتلك الفطرة. ولكن انظروا سبحان الله، عند شدة البلاء، عندما يأتي البلاء العظيم وتأتي المصيبة الكبرى التي يواجه بها هذا الإنسان، ويستشعر أن نتيجة هذه المصيبة الموت، تجده لا شعوريا ماذا يقول؟ يا الله يا الله. يعلم أنه الآن ليس أحد يستطيع أن يدفع هذا الضر إلا واحد، هو الله، هو الله. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، إلا إياه.
إذن هذه الفطرة رحمة من الله وحكمة، فأنت ضعيف، وفي العهد والميثاق أطلعك الله على ما له من الجلال والكمال والقدرة والعظمة، وأن ذلك جعله فطرة في نفسك. فلذلك إذا التحمت الأمور واشتدت وجاء المصاب الذي تعلم أن من ورائه الهلاك، فالإنسان ماذا؟ وغريزته تحب الحياة، فمباشرة يتجه إلى ماذا؟ إلى مناجاة ربه الخالق القوي القادر جل جلاله، يا الله. هذا الإنسان، إذن هذا الجانب الأول في العلاقة. الجانب الثاني، وقلنا لما كان الإنسان بهذا الاحتياج رأينا ماذا أكرم الله الإنسان؟ أكرمه بالفطرة. الجانب الثاني في علاقته بالخلق، خلقه ضعيف ولا بد أن يحتاج إلى الآخرين، فماذا أوجد الله فيه؟ هل أوجد فيه فطرة أخرى؟ لا، أوجد فيه أخلاقا، وهي أمهات الأخلاق، وهي من الأخلاق الفطرية الغريزية التي موجودة عند كل أحد من البشر. كم خلق؟ اثنين: الأول الوفاء، الثاني التعاون. ليس هناك عمل على ظهر الأرض أنجز من اثنين فأكثر وأصبح منجزا إلا وهو دليل على وجود خلق الوفاء وخلق التعاون بينهما، لأن هذا العمل هو عبارة عن إيش؟ عن عقد. نضرب مثل حتى تتضح الصورة. لو أن اثنين من الناس كانوا في مكان، وفي هذا المكان في داخل قاعة مثلا هذا الكرسي، واتفقت المصلحة بين الاثنين على أن هذا المقعد ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر، ولكن أنا لا أستطيع أحركه بنفسي والآخر لا يستطيع أن يحركه بنفسه، ولكن لو اجتمعنا معا نستطيع أن نحرك ذلك. فاتفاق المصلحة بيننا هذا ماذا يسمى؟ عقد. تلاقت المصلحة على هذا الأمر فاتفقنا على أن نحركه. هل يمكن أن يتحرك بدون أن يكون أنا والآخر أوفياء لهذا العقد؟ لا يمكن. وهل يمكن أن يتحرك بدون أن نتعاون على تحريكه؟ لا يمكن. إذن هذه هي أمهات الأخلاق الغريزية التي تحقق الارتباط بين الناس بعضهم مع بعض. فالمصالح بين الناس هي عقود، هي عقود، وهذه العقود لا تتحول إلى الإنجاز إلا بوجود هذين الخلقين. هذا أنا أقول على كل إنجاز سواء كان صالحا أو فاسدا. لو حتى أناس اتفقوا على سرقة، الواحد منهم لا يستطيع أن ينجزها، الثلاثة والأربعة لو تعاونوا يستطيعون. إذن لا يمكن أن يتحقق هذا بينهم إلا بماذا؟ أن يكون بينهم خلق وفاء لما تعاقدوا عليه وتعاون على إنجازه. فإذن هذه، إذن هنا لو إنسان ما يدرك هذا المعنى، إذن كل إنسان عنده خلق الوفاء، إذن هل أظن أننا نحتاج أن أبني هذا الخلق؟ إذن هذا جهل. أو أنني أبني خلق التعاون؟ جهل. لكن فساد العقل ماذا يجعل؟ يبدأ يوجه هذه الأخلاق لتعمل في صورة منحرفة بصور كثيرة متعددة ليس هذا محل عرضها. طيب، إذن مكانة الأخلاق هنا ما أين وجدناها؟ وجدناها أن قضية إنجاز الإنسان لمنافعه التي بتحققها يسعد، ودفع المضار التي بدفعها يسعد، فإن ذلك مرده إلى ماذا؟ مرده إلى نفس العلمين اللذين ابتدأ بهما القرآن، مرده إلى طلب معونة من الله
وهذا من بوابة الإيمان. ومرده إلى ماذا؟ إلى أن يتعاون مع من حوله، وهذا مرده إلى الأخلاق. فإذا لا يمكن أن ينجز حراك مجتمعي وعمل وتنمية إلا بماذا؟ إلا بوجود قضية الأخلاق. فإذا أدركنا هذا الأمر، عرفت، إذن ندرك كيف قدمت لنا هذه الشريعة قضية الأخلاق وأي مكانة بينتها. عرفت، إذن هذه من مكانة الأخلاق في شريعة الله عز وجل، وكيف رفعت عند المؤمن مستوى الإدراك لهذه القضية. إذن هي ليست قضية ثانوية، ليست قضية عادية، الآن ارتبطت بمواجهة السنن الإلهية، هذه قضية أولى، ارتبطت بقضية النفس محل التكليف، هذه قضية ثانية، ارتبطت بقضية الإنجاز على ظهر الأرض، الإنجاز وتحقيق الإنسان لما يريد أن يحققه، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بماذا؟ إلا بنظام أخلاقي. عرفت، وهذا النظام إما انفسد فسوف يتجه بك إلى حراك مجتمعي وإنجاز وعمل، لكنه كله أين يصب؟ يصب في صحائف الشمال، يصب في سيء الأعمال، يصب في المنجز الذي يستجلب من السماء عقوبة الله. وأما الثاني فإنه سوف يؤدي إلى حراك عملي وبناء على ظهر هذه الأرض، لأن هذا ينجز وهذا ينجز، وكل منهم ينجز أين؟ ليس مكان للإنجاز إلا هذه الأرض، لأن الله قال لآدم إني جاعلك في الأرض خليفة، وقال واستخلفكم فيها، فالإنجاز إنما يكون على ظهر هذه الأرض. فهذا ينجز وهذا ينجز، لكن هذا ينجز إنجازا معمر، وذاك ينجز إنجازا مدمر. هذا ينجز إنجازا يستجلب البركة من الله، وهذا ينجز إنجازا يستجلب العقوبة من الله، والجميع يعمل، وهذا يحتاج إلى مصفوفة خلقية، وهذا يحتاج إلى مصفوفة خلقية، ولا يمكن. فإذا تبين لنا هذا الأمر، إذن أدركنا الشريعة كيف بينت لنا مكانة الأخلاق وما هو دورها. إذن هذه قضية، قضية رابعة، وهي حقيقة لب القضايا وجوهرها لمن ارتقى عقله وارتقى فكره، لمن صفت نفسه وزكت ليستوعب حقيقة هذه المكانة للمصفوفة الخلقية التي جاءت في وحي ربنا جل جلاله. الله هو العظيم، الله هو الكبير المتعال، الله جل جلاله في كتابه الكريم عرف بذاته العلية وجعل التعريف به بذاته العلية في القرآن على طريقة لم يرد في القرآن ذكر شيء كما ذكر ربنا جل جلاله، وما عرف شيء في القرآن كما عرف الجليل جل جلاله، وأن أعظم علم هو العلم بالله جل جلاله، وإن من أعظم ما جاء في القرآن للتعريف بالله جل جلاله إخبار الله سبحانه وتعالى عن أسمائه العلية، أسمائه الحسنى، وأن هذه الأسماء الحسنى جعلها الله عز وجل هي مقوم الصلاح الرئيس لهذا الكون كله، وأننا لن نستطيع أن ندرك المعنى الصحيح والحكمة البالغة لتشريعه إلا بقدر ما نفهم من مراده من تلك الأسماء التي ذكرها ربنا عز وجل. أسماء الله وصفاته، عندما نتأمل والله جل جلاله ليبين لنا في هداه ووحيه قيمة الأخلاق التي أمر بها، فنجد
أن الأخلاق المأمور بها جلها لها اشتقاق من أسماء الله وصفاته. أي كرامة لك يا ابن آدم، أي تكريم أعظم من أن الجليل يأذن لك بمصفوفة أخلاق اشتقاقها من أسمائه وصفاته. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كريم يحب الكرماء، وإن الله جواد يحب الجودة. الله هو الرحيم، ووصف رسوله بالرحمة، ورسوله أمر الأمة بأن تتصف بذلك. يا إخوتي، الإنسان الذي يكرم بهذا، والله أنا أقول ما يعني كيف الإنسان أصلا قلبه يتلقى هذا الإخبار وهذا التكريم من الله جل جلاله؟ هل بعد ذلك الإنسان يزهد في مصفوفة خلقية الله سبحانه وتعالى جعل لها هذا الارتباط بأسمائه وصفاته؟ ثم من تلك الأخلاق السيئة، إذا كان الله عز وجل ما رضي لذاته العلية مثلا بخلق الظلم ثم نهاك عنه، من الذي يقبل لنفسه؟ وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذه القضية أقول كم يعني إذا لم تكن حقيقة هي القضية الأم التي يقف الإنسان يتأمل فيها ويتفكر، هذه الأخلاق التي أمرنا الله عز وجل بها، الرحمة، الرحمة، الله هو رحمن الدنيا والآخرة، ثم يأمرك أن تتخلق بخلق الرحمة، أي تكريم لك؟ إذن لماذا أنا أتجه إلى غير وحي الله وأبحث عن مصفوفة أخلاق وأذهب يمينا وشمالا إلى غير ذلك؟ هل هذا يعي؟ هل هذا الإنسان قرأ كتاب ربه بوعي؟ هل أصلا قرأ وتدبر ونظر إلى هذه الأمور بنظر سليم صحيح؟ الله هو رحمن الدنيا والآخرة جل جلاله، ثم يأذن لك أن تتخلق بهذا الخلق ثم تريد أن تتخلى عنه؟ هل هذا إنسان عنده عقل أو عنده وعي أو يبحث لنفسه عن شيء شريف؟ إذا تريد أن تتبرأ من أخلاق الله عز وجل جعلها مشتقة من أسمائه، فهل سوف تجد أخلاق أشرف من ذلك وأعلى؟ ما أحقر الإنسان عندما يكون هذا حاله، وعندما يكون هذا شأنه وهذه طريقته. فلذلك هذه أيضا قضية حقيقة محل تأمل وتدبر. أيضا قضية خامسة إذا تأملنا فيها، فإننا نجد أن يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقلنا أن لذلك أسماء الله وصفاته ترتبط بها ثلاثة محاور رئيسة. لتعرف السنن الإلهية ارجع إلى أسماء الله وصفاته، لتعرف المصوفة الأخلاقية ارجع إلى أسماء الله وصفاته، لتعرف حكمة الأحكام الشرعية ارجع إلى أسماء الله وصفاته. فبها تعرف ما هي سنة الله. الله عز وجل الرزاق الذي اسمه الرزاق سوف تعرف سنة العطاء والنعمة. والله سبحانه وتعالى جل جلاله الملك العدل
سوف تعرف سنة الظلم والظالمين وسنة العدل وهكذا، وتعرف هذه الأحكام بنيت على أي أساس. عرفت؟ عندما ترجع إلى أسماء الله وصفاته وتعرف الأخلاق. لذلك أيضا تجد سبحان الله هذا الترابط، الترابط بين الأحكام والأخلاق. كيف؟ فإن العلماء نظروا فتأملوا فماذا وجدوا؟ وجدوا أن الأحكام الشرعية كلها مبنية على أخلاق، لا يمكن أن تنفذ حتى تكون عندك أخلاق، فإن نفذتها هي تعالج فيك أخلاق، فإن عالجتها تثمر لك أخلاق ثلاثة أمور. بالمثال حتى نقرب القضية، قضية الصدقة. الصدقة أن الإنسان يتصدق على أخيه المسلم. طيب، هذا الخلق، هذا الحكم أمره لأجل ماذا؟ لأجل تحقيق الأخوة، والأخوة ماذا؟ خلق. حتى يتحقق ذلك الأمر لا بد أن يكون منك وجود مصفوفة أخلاقية. إن كانها تحقيق هذه القضية بالمال فلا بد أن يكون فيك خلق الكرم، لأن البخيل لا يمكن أن يكون يحقق هذا الأمر. فإذا تحقق هذا الخلق تحققت الصدقة، فإذا تحققت الصدقة عالج عندك قضية إيش؟ قضية الجفوة، وأوجد قضية الرحمة. وإذا بالأحكام الشرعية يرتبط بها مصفوفة أخلاقية هي تقوم في تأسيسها التشريع على خلق، ولكي تنفذ تحتاج منك إلى خلق، فإذا تحركت عالجت في نفسك أخلاقا سيئة، ثم عند المعالجة أثمرت لك أخلاقا أعلى. وإذا بالتشريع كله يدور على قضية الأخلاق. ماذا يقول صاحب تتمة أضواء البيان عند قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟ قال: المتأمل للقرآن في هديه يجد مبدأ الأخلاق في كل تشريع فيه حتى العبادات. ففي الصلاة خشوع وخضوع وسكينة ووقار، فأتوها وعليكم السكينة والوقار. وفي الزكاة مروءة وكرم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وفي الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقوله: الصيام جنة. وفي الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كل هذه أخلاق. وإن من أهم قضايا الأخلاق بيانه صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مع أن بعثته بالتوحيد والعبادات والمعاملات وغير ذلك مما يجعل الأخلاق هي البعثة. إذن واضح، إذن الأحكام الشرعية ما يمكن أن تتحقق إلا بأخلاق، هي في تشريعها لأجل تحقيق أخلاق، فإذا أردت أن تنجزها لا بد لك من أخلاق، فعند إنجازها لا بد أن تعالج عندك في نفسك أخلاق، بعد الإنجاز هي تثمر عندك أخلاق، فأصبح الأمر كله يدور مع قضية الأخلاق. هل بعد ذلك ننظر إلى الأخلاق على أنها قضية ثانوية؟ أو أننا أدركنا أي مكانة لقضية الأخلاق في شريعة الله عز وجل؟ نكتفي بهذا في هذا اللقاء، وجزاكم الله خيراً.